وجهت لاعبة المنتخب العراقي لكرة السلة ريهام محمد مناشدة إلى كل الجهات الرياضية وغير الرياضية لتوفير علاج سريع لإصابتها التي تتفاقم وتنذر ببتر الساق. تعرضت ريهام التي التقاها مراسلنا يعرب القحطان إلى قطع في الرباط الصليبي خلال بطولة رسمية، غير أن الجهات المعنية بمتابعة صحتها لا تقوم بما يلزم. نتابع. قطع في الرباط الصليبي وساق مهددة بالبتر. على حافة الخوف تعيش ريهام محمد لاعبة المنتخب الوطني لكرة السلة بعد تعرضها للإصابة في إحدى البطولات الرسمية للمنتخب. أول ما صابت انتركت من قبل الاتحاد والمنتخب والمدرب مال المنتخب، ورمت رجلي، فجيت اقول من رجلي مورمه تاذيني، يقول لا ما بيجي، وهسه عندي التهاب، والتهاب ده وصل للعظم، بسم الله الرحمن الرحيم رجلي. ايش وقت العمليه مالتك؟ كان نفترض اليوم، بس انا رحت على الاتحاد ورحت للاولمبيه، رحت للمستشار رئيس الوزراء، حاليا بس على اللجنه الاولمبيه صرفوا لي 500,000 من العمليه 7 ملايين. فالدكتور هو اجل لي الخميس، وحاول اسويها الخميس لانه هو الاسبوع القادم هو مسافر، ما اقدر اسويها ولا الدكتور لانه تعتبر نوعا ما خطيره لان تبديل رباط صليبي. لا نملك المال لا ولا نستطيع معالجتك، هكذا رد الاتحاد على اللاعبه ريهام وتركها تصارع مع اصابتها حتى وصل الالتهاب الى العظم. يقول لها ما عدني، او يقول لها شو اسوي لي؟